وانتهى مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فوز الاتحاد 2-1 على الزمالك. ناخد اراء جماهير الزمالك النهارده في اللقاء. رايك ايه النهارده في لقاء الزمالك والخسارة 2-1 من الاتحاد؟ هو الاداء كان جيد يعني لحد ما، يعني الزمالك بقاله ده 10 ماتش ليه، هو الزمالك في الشوط الاول، تشوف الزمالك في الشوط الاول بس، يعني الشوط الثاني ما بيبقى مختفي، هما الاثنين اللي بيبقوا لاعبين معروف لو كان نازل طبعا وطارق حامد، بس بعد كده ما فيش الهجوم كله. وبعدين كابتن ايهاب جلال الله ينور عليه طلع اخطر واحد بالفريق مدبولي ونزل مكانه مهاجم تاني، نزل كاسونجو، ليه ما تعرفش يعني؟ معانا مهاجمين ومعناش صانع العاب، وعنتر طبعا مستواه بقاله الزمالك جاب الاتحاد جاب جونين في دقيقتين؟ اه طبعا جاب جونين في دقيقتين في اللخبطه بتاعت الدفاع، وطبعا الشناوي كان طلع وجنش بقاله زمن ما لعبش طبعا، فجاب جولين غلطين دفاعيات يعني. ممكن تبقى اخر مباراه لإيهاب جلال؟ والله ما نعرف، احنا المفروض كنا جايبين ايهاب جلال عشان الموسم الجديد، يعني مش الموسم ده كده كده كنا خلاص احنا خارجين. نتائج الخساره ماتش ورا ماتش بتاثر. اه طبعا هو اثرت، واثرت من الاعلام طبعا الله ينور عليه برضو، دمر ايهاب جلال عامه ودمر اللعيبه، فانا اتوقع ان هو كده خلاص يعني هو هيمشي، وقدم استقالته اصلا المفروض كان مشي، ما نعرفش هو رجع ليه. واداء زي ما انت شفت اداء الزمالك كان عامه يعني كان كويس، هو اتحكم محظوظ شويه يعني في الكورتين اللي راح بيهم قدام الجون جابهم جون. السبب في الخساره في نادي الزمالك من زمان برضو مرتضى منصور المفروض خلاص كفايه عليه كده، كفايه يعني عايزين انه يمشي. غيرنا مديرين فنيين كتير، غيرنا لعيبه كتير، فخلاص بقى مش كل شويه نقول لعيب من المدير الفني وشويه نقول لعيب من اللعيبه. هو مرتضى منصور هينزل يلعب؟ مش هينزل يلعب، بس السبب في اللي بيحصل بره نادي الزمالك مفيش حد بياخد مستحقاته. قالك لا لعيبه بتاخد مستحقات، اللي قاعد تاخد مساحات ده انا شفت حازم امام ومحمد ابراهيم كانوا متخانقين مع المدير الفني عشان مساحات اللعيبه من يومين، وكانوا متعاقبين صح؟ صح متعاقبين، ده حاجه يعني الجهاز الفني او مدير الكره، لكن اللعيبه يعني مش مستحقات ماتش ورا ماتش تفضل تخسر، اكيد في روح للفريق وانتباه للفريق. صح انا معاك، بس برضو انت شايف جوه في النادي بره الدنيا وحشه. انت راكي في ايهاب جلال واللعيبه؟ انا ايهاب جلال بصراحه انا عايزه يكمل في الزمالك، واللعيبه يعني هي كويسه، الماتش كان كويس، بس الاتحاد يعني كان عندهم حظ في اللي هم الجونين اللي راحوا الكورتين اللي راحوا جون جت جون يعني، انما الماتش كويس والحمد لله. يعني في التغييرات انا كنت عايز عنتر، كنت عايز عنتر يكمل، وكان لما طلع عنتر ونزل كابونجو باين، فما انت لا نزل ما طلع مبول ونزل كابونجو، فما كانش فيه صنع العاب اللي هو يطلع لك على الاثنين اللي انت الهجوم، فانت ما كنتش لاقي حد يدي للاثنين الهجوم، فالدنيا باظت عندك في الفتره دي. شايف ان ممكن ده يبقى ماتش اخر ماتش لإيهاب جلال ولا هيكمل؟ انا عن نفسي انا عايزه يكمل، وانا حاسس اللي هو هيكمل. انا اهلاوي بس انا مش عاجبني اللي بيحصل، يعني لما يكون الزمالك مستواه كويس والاهلي مستواه كويس بيبقى ده كل ده بيرجع في الاخر بيفيد المنتخب، لكن اللي بيحصل في الزمالك ده بصراحه يعني الله يكون في عون جمهور الزمالك بصراحه، يعني اللي بيحصل ده انا يعني الاهلي قاعد سنه ما خدش الدوري، تحس ان مصر كانت مولعه، في حاجه غلط في البلد، لكن بجد الله يكون في عون جمهور الزمالك. شايف العيب في مين؟ العيب في الاداره، بجيب لك من الاخر، العيب في الاداره، مفيش مدرب بيجي. انا مش هتلعب، مش هي اللي هتلعب. انا معاك، بس مفيش مدرب بيجي تحكم عليه من ماتش او اثنين او ثلاثه. يعني انت بص الاهلي حسام البدري الاهلي، كيف ايهاب جلال النهارده؟ لا ايهاب جلال انا شايف يعني باحترام لايهاب جلال ما ينسبش مع الزمالك، مش ده المدرب اللي يمسك نادي الزمالك. ايهاب جلال مش مدرب فريق كبير، يعني مثلا المقاصه معلش المقاصه مش بنفس على الدوري، انبي مش بنفس على الدوري، وبعدين اخر ماتش لعبه مع انبي اتغلب من الاهلي 5 مش عارف ولا 4، فلا ما في لعيبه الزمالك، لا بصراحه ما ولا لعيبي معلش لا لا بصراحه لا صعب، فيش عندكم مثلا غير مثلا اقول لك مثلا طارق حامد، محمد ابراهيم مش واخد حقه خالص في الزمالك، مين تاني؟ الشناوي خساره كبيره للمنتخب النهارده. ماتش حلو لعبه الفريقين لعبت، وجون الزمالك كان حلو من تقسيمه حلوه، بس هم حظهم وحش مع ايهاب جلال اللي انا اعتب عليه ان هو مسك اداره الزمالك او مسك تدريب الزمالك في الفتره دي. واللعيبه بتاعت الزمالك فعلا مش على قد المسؤوليه انها تكسب وتثبت نفسها، في نفس الوقت الاتحاد لعب ماتش جميل جونين في دقيقتين، عمل ريمونتادا حلو بسرعه وفاقوا وحافظوا على النتيجه بعد كده. شايف تغييرات ايهاب جلال كانت صح؟
لا يعني ليه حفني ينزل في الاخر؟ انا مش شايف كده، انا شايف ان هو يبدا يهاجم بيه من الاول خالص وما يبقاش مستني عليه في الاخر، لان النتيجه كانت 1-0. لا، انت تلعب بيه من الاول، تامن، انت عايز تكسب، عايز تطلع بره المود اللي انت بقالك كام فتره ماتشات كتيره ما بتكسبش ورا بعض. فلا كان لازم تكسب النهارده، تدي لنفسك دفعه. انت جددت مع الزمالك وقلت ان انت مستمر مع الزمالك، طب اثبت بقى ان انت قد المسؤوليه واكسب وثبت. الخساره دي هتبقى اخر ماتش ليه ولا هيكمل؟ لا، مرتضى منصور ملوش، ما نعرفش، ما حدش عارف بقى هو هيكمل ولا هيبقى. انا شايف انه ممكن يكمل ولا يمشي. انا شايف انه يمشي. انا نصيحتي ليه ان هو يخلع على طول، ما يكملش. كيف لعبت الزمالك؟ دون المستوى. ما فيش حد فيهم النجم، ما مش شايف فيهم اللي يسيطر، اللي يمسك اللعيبه، اللي يحمسهم. شفت الجون دخل فيهم جونين برضو، مش ما فيهمش الروح ان احنا عايزين نكسب وعايزين نتعادل وعايزين نيجي. لا، ما فيش الكلام زي زمان، ما عادش الزمالك خلاص، كلها اتعودنا عليها. يعني بقى تتفرج على الماتش بقى تعرف ان الزمالك يا اما هيتعادل يا اما هيخسر يا اما يجيب جون في الاخر يا اما ما يجيبش وخلاص، ما بقتش اتضايق. يعني بقت حاجه متعودين عليها خلاص. اللعيبه فايقه، يعني فقدت اللي هو الروح اللي جواها ان هي عشان تلعب وتكسب عشان خاطر النادي. كلهم دلوقتي جايين عشان خاطر اللي عايز يروح المنتخب، وده حقك ماشي، بس العب يعني العب وادي للنادي بتاعك. مش همك بقى اللي انت تلعب على حساب زميلك، لا، يعني حفز زميلك اللي انت تكسب، يعني عشان خاطر انت لما تكسب هتلعب. بعد مثلا ما تحقق دوري، مدير الفن هيديك فرصتك اللي انت تلعب في الاخر خالص، اخر 3 4 ماتش هتلعب. بس دلوقتي انت عايز تلعب يعني على زميلك، ماشي العب تمام، بس العب وادي في مكانك. شايف ايهاب جلال هيكمل ولا يمشي؟ لا، زي القبل. خلاص كده. شايف لعيبه الزمالك بتلعب وجمهور الزمالك عشان ما عندهمش روح او انتباه للفريق؟ مفيش روح. يعني فرقه زي طنطا دلوقتي اللي اساسا خلاص نزلت درجه ثانيه، لحد دلوقتي لسه يعني بيتحارب على اخر فرصه ليها، وفيها وادي دجله خلاص فرق 4 نقط بس خلاص. يعني طنطا فاضل لها ماتشين، وادي دجله لو خسرت ماتش وطنطا كسبت ماتشين خلاص طنطا تقعد وادي دجله تنزل. دول بقى فريق خسر ماتشين ورا بعض من الاسماعيلي والمقصه اللي هم واخدينك رايح جاي، مش مكسوف من نفسك وانت بقالك 5 سنين كنت مش عارف تكسب الاسماعيلي ولا المقصه؟ زفت يعني، زفت خالص. يعني انت ايهاب جلال، انت ناجي الزمالك يا كابتن ايهاب جلال، ناجي الزمالك ده ناجي الزمالك، يعني ما فيش مقارنه بين اي نادي انت دربته قبل كده خالص. ده انت ناجي جمهور الزمالك فعلا لك ماتش واثنين وثلاثه واربعه، فضلنا نساند فيك 5 مباريات على التوالي. ايهاب جلال كنت زفت من اول ما جيت، بس قلنا لا، ابن النادي مش ابن النادي. اي مدرب بيجي ناجي الزمالك جمهور الزمالك بيرضى باي حاجه. حسام حسن جرب ناجي الزمالك، اول ما دخل ناجي الزمالك حملناه على اعناق، قال في مدرب ناجي الزمالك احنا وقفنا معاه، قلنا ده ابن النادي، هو جمهور الزمالك طول عمره كده. بس انت اثبتت يا ايهاب جلال ان انت اساسا مالكش في الكوره خالص، وما تنفعش تجرب ناجي كبير نادي الزمالك ولا ناجي زي نادي الاهلي خالص نهائي. لعبت الزمالك؟ لعبت الزمالك، ما فيش قائد. انا اول مره في حياتي، يعني انا عندي 30 سنه اول مره اشوف الزمالك ما فيش قائد. ما في فين ابن النادي؟ حازم امام قعدوا على الدكه، ابراهيم محمد امام قعدوا على الدكه، عمر جابر وديها امريكا، شيكابالا لعب في الدوري السعودي، فين كهربا مش عارف فين. كل مرتضى منصور انت ايه؟ نادي الزمالك مش نادي اجتماعي، نادي الزمالك ده نادي بطولات، نادي رياضه. احنا عايزين نشوف نادي الزمالك بتاع حازم امام، بتاع حازم الغندور، بتاع عبد اللطيف، بتاع النجوم، بتاع ايمن يونس، بتاع عبد الحليم علي. نادي الزمالك احنا نهار يا جدعان، والله العظيم ده حرام، والله العظيم اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام، اقسم بالله ده حرام، ما ينفعش كده خالص. يعني يقول لك الوزير، يقول لك الدوله، يقول لك مش عارف ايه، برضه لعيبه الزمالك برضه مضغوط نفسيا، مضغوط نفسيا، ومضغوط. كل لاعب زمالك في تفكير فردي في الملعب، اللعيب بيلعب مش عارف يباصي الكوره، مش عارف يمرر الكوره، عارف يرفع سري، ولا عارف يجيب جون انفراد. مولاي عبد العزيز المفروض يديها باسم مرسي، مش عارف الكوره راح بيها فين. اللعيب مشتت، بيلعب بيفكر. اللعيبه ما عندهاش روح. ايوه اللعيبه مش ايوه اللعيبه ما عندهاش روح اساسا، ما فيش اداء خالص في الملعب. بس اللعيب الزمالك بيلعب بيفكر تفكير فردي. انا مستقبلي ايه؟ ايوه في فلوس نادي الزمالك بيقبض كل اسبوع وكل شهر، بس انا مستقبلي ايه؟ هو انا هجدد؟ هو انا مش هجدد؟ عمري ما شفت نادي الزمالك كده، والله العظيم ده من السكر، والله ده من الضغط، حرام. انا اول واحد بكره هنزل واقف قدام نادي الزمالك، بس عايز جمهور الزمالك على مستوى الجمهوريه ينزل ويقف مش عارف مين يرحل ومين يجي. انا بجد عمري ما شفت الزمالك كده. مرتضى منصور بيحقق كل حاجه، كل اللي بيطلبه الجمهور بيحققه. الدوله هي اللي بتعمل كده في نادي الزمالك.